مرحبا، رجعت اليوم لأحكي عن أعظم اختراع طفل بالعالم. هذا الإجراء أنقذ كتير عائلات من الفشل. الأغلبية بيعرفوه باسم طفل الأنبوب، بس شو هو طفل الأنبوب؟ ما حدا بيعرف. باختصار، طفل الأنبوب إنه نحنا نسحب بويضة من المرأة ونلقحها خارج الجسم بحيامون الزوج. وهلأ بتطور العلم صاروا مو بس بيحددوا جنس الجنين وإنما بيحددوا صفاته. شوفوا الفن. طبعاً بعد ما ينمو الجنين بخمس أيام لحتى يزرعوه برحم الأم بيزرعوه عن طريق أنبوب، لهيك بيسموه طفل أنبوب. وهلأ أكثر الأشياء يلي بتخلي العالم تلجأ لطفل الأنبوب هو عقم ما إله تفسير، يعني لا الرجل ولا المرأة عندهم عقم وإنما ما عم يأنجبوا. ثانياً الرجل بيكون عنده العدد قليل أو المرأة عندها انسداد بقناة فالوب وهذا الشيء بيمنع وصول الحيامون للبويضات ويلقحها. وبالأخير إذا كنتوا بتعرفوا حدا عامل طفل أنبوب أو أنتوا عاملين طفل أنبوب اذكروا لنا هالشيء بالتعليقات.